has right-handed teeth. هذا عندنا right-handed teeth. While the gear has left-handed teeth, بينما الجير هذا left-handed teeth, هذا right-handed teeth, هنا عندنا left-handed teeth. أيضا الهاند مال التيث مهمة في تحديد اتجاهات القوة. The helix angle is 30 degree. درجة ميلان هذا السن هي 30 درجة. The pinion rotates in the clockwise direction when seen from the left side of the page. عند النظر إلى البنيون من جهة يسار الصفحة, يعني ننظر له منه, راح نشوفه يدور باتجاه عقرب الساعة. Determine the components of the tooth force. أوجد مركبات القوة لهذه المجموعة الترسية, وأرسم أيضا free body diagram showing the forces acting on the pinion and the gear, مبين القوة المؤثرة على البنيون والقوة المؤثرة على الجير. عندنا مثل ما ذكرنا قبل قليل, أهم قوة عندنا من هذه القوة هي أن نوجد التانجنشيال فورس البي تي. شو نوجد البي تي؟ البي تي نوجدها من الاثنين في التويستينج مومنت للبينيون بالطبع, هنا رمزها بالرمز اي على القطر البينيون اللي هو دي اي. فنحتاج أيضا التويستينج مومنت ونحتاج قطر البينيون. التويستينج مومنت هي 60 في 10 و 6 في الكيلووات على 2 باي ان اي. السرعة موجودة عندنا مال البنيان فهي 66 و 314 نيوتن على الملي نيوتن مليمتر, هذه التويستينج مومنت. ايضا بالنسبة الى القطر, بالنسبة الى قطر البنيان اللي هو زت اي في الام ان على كوساين بساي, راح يصير عندنا 20 في 5 على كوساين 30, طلع عندنا 115.47. فنقدر نطلع البي تي اللي هي تطلع 1148.6 بالعشرة نيوتن. من طلعنا البي تي نقدر نطلع الان البي اي والبي ار. بي اي يساوي بي تي تان بساي حسب ما وجدناها قبل قليل, والبي ار يساوي بي تي في التان الفا ان على كوساين بساي. البي تي حسبناها 1148 بساي 30 معطات بالسؤال, الفا ان 20 ايضا معطات بالسؤال, بساي هنا 30 معطات بالسؤال, راح تطلع عندنا بي اي وبي ار تطلع عندنا قيمها. هنا اتجاهات القوة, هنا رسمنا دائرتين, واحدة للبينيون والأخرى للجير. عندنا اتجاه الدوران قلنا منظور إلى من اتجاه الدوران الناظر إلى من اليسار يكون باتجاه عقرب الساعة. فعندنا الأول شيء قلنا التانجنشيال فورس هي عكس اتجاه الدوران, هذا اتجاه الدوران هاي عكسه. البي راديال هي باتجاه المركز, والبي اي قلنا شنو, ناخذ الهاند اوف ذا بينيون. الهاند اوف ذا بينيون هنا هي شيء رايت هاند, فايش راح نستخدم؟ راح نستخدم اليد اليمنى. نستخدم اليد اليمنى, نضع الاصابع مال اليد اليمنى باتجاه الدوران, ومن نوضع اتجاه اليد اليمنى باتجاه الدوران راح تطلع الإبهام يشير لنا الى اتجاه الاكسيال فورس. بالنسبة الى الجير, بالنسبة الى الجير نقدر نقول بانه الاتجاهات هي عكسها, يعني هاي بي تي ناخذ هذا عكس الاتجاه, البي اي باتجاه الداخل, هاي باتجاه الخارج, البي ار باتجاه الاعلى, هنا البي ار باتجاه الاسفل. باعتبار ان لكل فعل رد فعل يساوي بالمقدار العكسي للاتجاه, فناخذ القيم هي نفسها, لكن شنو الاتجاهات
مختلفة.